ليه بقى النظام المصري خايف من السوشيال ميديا، وليه الأنظمة والدول بتنفق مليارات على السوشيال ميديا من أجل يعني تغيير الرأي العام؟ بعض الدول بتنفق مليارات لشركات علاقات عامة زي ما عمل عبد الفتاح السيسي مع الشركة الفرنسية قبل سنوات، وعمل محمد بن سلمان مع الشركة الألمانية، وبيعمل محمد بن زايد مع الشركة الأمريكية. مليارات بتنفق سنوياً من بعض الأنظمة القمعية على مواقع التواصل الاجتماعي للتحكم في السوشيال ميديا. عملت إيه السوشيال ميديا في الثورات، ثورات الربيع العربي؟ كان ليها ثلاث أدوار مهمين جداً جداً جداً. أعتقد نظام السيسي وكثير من الأنظمة أصبحت مدركة لهذه الأدوار. الدور الأول كان الحشد والتعبئة في الوقت اللي كان ممنوع على أي حد يتكلم. وخلينا نتكلم عن الثورة المصرية في مصر، ثورة يناير، في الوقت اللي كان ممنوع على أي حد يتكلم في التلفزيون أو في الصحافة. وحدها السوشيال ميديا من قامت بالحشد والتعبئة لنزول الشارع ضد الأول الشرطة المصرية، وبعدها ضد نظام مبارك حتى رحل نظام مبارك. يبقى الدور الأول اللي قامت به مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا كانت الحشد والتعبئة للثورة، وده اللي حصل في تونس، حصل بيحصل دلوقتي في لبنان، حصل في ليبيا، بيحصل في اليمن، حصل في سوريا، حصل في معظم الدول العربية ومعظم البلاد اللي حصل فيها ثورات خلال السنوات اللي فاتت بداية من 2011 لحد النهاردة. الدور الثاني واللي كان مهم جدا هو دور المتابعة والتغطية في الوقت اللي كانت القنوات المصرية، لو هنتكلم عن النموذج المصري، كلها الكاميرا مسلطة على كوبري قصر النيل، ويقول لك الدنيا ربيع والجو بديع، وقفل لي على كل المواضيع، وقلة مندسة ومحدش نزل ومحدش بينزل، وشوية مش عارف مرتزقة وأصحاب أجندات، وبياخدوا كنتاكي وبيروحوا يضربوا في بعض في ميدان التحرير. كانت السوشيال ميديا وحدها هي من تنقل الخبر وتنقل الصورة وتنقل وتغطي ما يحدث في الشارع وتنشره ليعلم أو علم العالم كله أن مصر فيها ثورة قام بها الشباب يطالب برحيل النظام المصري آنذاك، نظام حسني مبارك. الدور الثالث واللي مازال سوشيال ميديا بتعمله لحد النهاردة هي دور الرقيب أو المراقب على نظام ودولة ما عليهاش رقيب إلا المواطن الصحفي أو السوشيال ميديا. يقدر أي مواطن النهاردة بالكاميرا بتاعته أو موبايله، وطبعا كل الناس معاها موبايل بكاميرا وعندها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدر يراقب أي حاجة، يراقب مكتسبات الثورة، يراقب الالتفاف على الثورة، يراقب الثورة المضادة، يراقب الفساد في المحليات، الفساد في المستشفيات، الفساد في التعليم. اللي بيفضح الفساد وبيراقب ما تقوم به الأنظمة سواء كان النظام المصري أو أي نظام في العالم دلوقتي، لا هي الصحافة ولا الإعلام ولا التلفزيون ولا الرقابة ولا النيابة ولا القضاء ولا المجالس المنتخبة ولا المحافظين ولا الدولة ولا مجلس الوزارة. اللي بيراقب الأنظمة، أتحدث قطعا عن الأنظمة القمعية والأنظمة العربية تحديدا، اللي بيراقبها دلوقتي واللي بيخليها ما تنامش هي مواقع التواصل الاجتماعي. والشباب اللي ما عادش بيخاف، اللي ودع الخوف في 2011 وهيفضل يفضحهم لحد ما يسقطهم ويروحوا ويمشوا بفسادهم وظلمهم.